بداية القصة مع آدم وحواء اللي سمعوا كلام الشيطان بدل ما يسمعوا كلام الله. عصوا الله فاكتسرت العلاقة القوية بين الإنسان وبين الله. كانوا هم أول من ارتكب الخطية، ونتيجة الخطية كانت الموت. حاولوا يغطوا أنفسهم بورق الشجر من أجل يستروا عورتهم، لكن الله ما رضاش بهذه التغطية فغطاهم بدل الورق بجلد حيوان. الله بنفسه ضحى بأول حيوان من أجل يستر عورتهم. آدم وحواء ادوا 2 عيال، قابيل وهابيل. تقرب قابيل إلى الله بثمر من زراعته، بينما هابيل تقرب إلى الله بذبيحة ضحى بدمه. تقبل الله من هابيل وما تقبلش من قابيل، للما؟ لأن الخطية عقوبة الموت وفصلتنا عن الله، ولازم التكفير عنها بموت نفس. غيرة قابيل خلته يقتل أخوه، فقاد الناس لا طريق مظلم. بعد مئات السنين الوضع ازداد شواع وشواع، فقال الله انه ما بشحد يستحق انه يعيش ولا واحد إلا نوح وأسرته. أمر الله نوح انه يبني سفينة، وأمره انه ينادي بهذه الرسالة. عقاب الخطايا جاي، وما بش إلا طريقة واحدة للهروب والفوز برحمة الله هي السفينة. استهزأوا الناس وسخروا بكلام نوح، وفجأة استكب المطر وقرحت الغيول من باطن الأرض، وما كانوش الناس مستعدين. قتل الطوفان كل بشر وكل حيوان، ومات الناس بسبب خطاياهم. ما نجي إلا نوح وأسرته والحيوانات اللي اداهن الله للسفينة. وبعدين جاء أبونا إبراهيم أبو الإيمان، أمره الله يشل ابنه ويقدمه أضحية على الجبل. إبراهيم مرتحش لهذا الأمر، لكنه أطاع الله وأثبت إيمانه وشل ابنه لراس جبل المرية. ولما كان قدح يضحي به وقفه الله سبحانه وتعالى واداله كبش من سب يذبحه بدل ابنه. الكبش كان فدية بديل، رجعت لإبراهيم ولده دم بدم وحياة بحياة. بعد 400 سنة رسل الله موسى من أجل يقود بني إسرائيل لخارج مصر، لكن فرعون ملك مصر ما رضيش، فعاقبه الله ب10 مصايب. وفي آخر مصيبة أرسل الله ملك الموت وقتل في كل بيت الابن البكر، إلا اللي عيضحوا بكبش مثل ما أمرهم الله، ويفعلوا علامة من دمه في باب البيت. من سب إن الملاك لو بسر العلامة يعرف إن الأولاد اللي داخل البيت مفديين بأضحية. الكل يهود أو مصريين، أحرار أو عبيد، اللي عيضيع أمر الله فأولاده عيكونوا في حماية. وإلا في هذه الليلة حصل مثل ما قال نبي الله موسى، ووقع بكاء ومناحة كبيرة في كل بيت رفض رحمة الله وما ضحاش. وبعدين ادى موسى للشعب التوراة اللي وصفت للناس ايش يسووا من سب تغفر خطاياهم. المذنب يدي حيوان أضحية لعند الكاهن، والكاهن يحط يده فوق راس الحيوان كأنه ينقل ذنب الخاطئ للحيوان. بعدين هذا الحيوان يذبح يسفك دمه، وهكذا يغفر الذنب. الملك داود طبق التوراة اللي وحاها الله لموسى، وطبقوها الأنبياء كلهم، لكنهم كانوا بيسألوا أنفسهم إن من صدق دم الحيوان يستر يغفر ذنب الإنسان، أو هي غير إشارات ورموز للمستقبل. وتنبأ داود إنه عيجي واحد ملك المسيح من ذرية داود، عيحكم بقوة وسلطان، عيكون متواضع وقلبه رحيم. المسيح عيكون بدون ذنب، كامل بدون عيوب، بريء، عيتوجع ويموت ويكون الأضحية العظيمة، عيكون أعظم أضحية.
ولد عيسى في مدوى لأن ما لقوا له ولا بقعة ثانية. ولد من بنت عذراء. ولد طاهر. ملك لكن فقير ومن نسل الملك داود. جايوا رعيان فقراء وجايوا حكماء أغنياء من بلاد المشرق من سبي كرموا المولود ويشهدوا له بالفعل أنها المسيح المنتظر اللي وعد الله به. عيسى بشر بالمحبة بالحق بالسلام بالتواضع. كان نجار متواضع لكن كان معلم متمكن. فضح المتدينين المنافقين اللي كانوا بيهتموا بالمظاهر أكثر من اهتمامهم بمحبة الله. وكان محبوب من الفقراء محبوب من المتواضعين والتائبين والمذنبين. شفى الأصمج والأعمى وشفى اللي فيه جذم وبرص وشفى الممسوسين من الجن وأيضا أقام ناس من الموت وردهم للحياة. كان إنسان بلا مأوى معلم عجيب دعا الناس لمحبة الله دعاهم للحياة النقية الكاملة. عيسى بنفسه كان بيقول لله إنه أبوه وروى الناس كيف إن الله بيحب الجميع مثل أولاده. إرادة الله هي إن الناس كلهم يكونوا أبنائه لكن به مشكلة الناس غارقين في الخطايا والله قدوس. وخطية الإنسان بدأت من عند آدم وفصلت ما بين الإنسان وبين الله. عرف المسيح ما هو اللي عايف عليه من سب يرد الناس إلى الله. وحتى النبي يحيى تنبأ وقال عن عيسى ابشروا يا ناس هذا هو كبش الله اللي عايرفع خطايا العالم. عيسى كان هو المسيح اللي اختاره الله من سب يكون ذبيحة عظمى. كان طاهر وكامل وكان بلا خطية. فشل والبريء بدل المذنب ود والقدوس بدل الآثمين. فعل هذا من أجل الله من أجل أبوه. من سب يدفع ثمن خطايا البشر من سب يحررهم من عبودة الخطية ويرد لهم العلاقة اللي خسرها آدم علاقة كاملة مع الله. عيسى مات على الصليب مش بسبب اليهود ولا الروم لكن على يد الله. ضحى الله بالمسيح من سب يحقق اللي قالوها الأنبياء من سب يكون المسيح كبش الله اللي يرفع خطايا البشر لك ولش ولي. مش إلا هكذا وبس بعد 3 أيام أقام الله المسيح من الموت مثل ما وعد اللي آمنوا به بأنهم عيقوموا من الموت إلى الحياة الأبدية. وعيسى وعد الحواريين إنه عيرجع مرة ثانية لكن هذه المرة قاضي وملك. المسيح هو هدية الله للبشرية من سب لا يموتوا وهم في خطاياهم ومن سب لا يقتطع ما بينهم وبين الله. بقبول تضحية المسيح ممكن ترجع لنا علاقتنا القوية بالله لكن هذه الهدية ما عتوقع لك إلا لو قبلتها ووافقت تأخذها.